السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالنجاح في الرياضيات المستوى الخامس طبعة 2021. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 10 من الكتاب المدرسي، دائما في إطار الدرس الأول، الأعداد الصحيحة الطبيعية، الملايين والملايير. قبل ما نبدأ التمارين ضروري الوقوف على التذكر، يعني المليون هو عدد الذي يلي 999,999 ويساوي مليون يساوي 999,999 زائد واحد. لكتابة عدد يحتوي على أكثر من 6 أرقام نحتاج إلى فصل في جدول العد يسمى الملايين. كما كتشوفوا الأحاد البسيطة، هذا الفصل الأول سميته الأحاد البسيطة، الفصل الثاني الآلاف، ويليه فصل الملايين. لكتابة عدد يحتوي على أكثر من 9 أرقام نحتاج إلى فصل في جدول العد يسمى فصل الملايير، وها هو يعني جدول العد، الأحاد البسيطة، الفصل الثاني مود الآلاف، الفصل الثالث الملايين، والفصل الأخير الرابع ود الملايير بالنسبة لهذا المستوى. نرجع للتمرين الأول في هذه الصفحة، هو تمرين رقم 8. أكتب عددا مناسبا مكان النقاط. بالنسبة للإجابات ديال هذا التمرين تختلف من شخص إلى آخر، حيت نعطيو الاحتمالات الموجودة يعني العدد المحصور ما بين 999 مليونا و 999 ألفا و 999 وما بين مليار و اثنان، يقدروا ثلاثة. ومهم إذا كان عدد صحيح طبيعي فعندنا مليار وعندنا مليار وواحد، جوج الاحتمالات هنا، مليار إذا ضفنا واحد لهنا غادي نحصلوا على مليار كما أنا كتبه هنا، أو إذا ضفنا واحد آخر نحصلوا على مليار وواحد. جوج الاحتمالات اللي درتيهم صحيح هنا، يعني إما الجواب كما كتبت وإما هاد البلاصة الصفر يمكن لك تكتب فيها واحد. بالنسبة لنا بزاف ديال الاحتمالات، عندنا 4,887,000 و 365، بغيت عدد أصغر منه يعني ما كتبوش مباشرة، وبالتالي يعني انطلاقا من هذا العدد اللي كتبت أنا نقصت غير واحد، يعني مباشرة هذا هو أصغر منه مباشرة، ولكن تقدر تكتب بزاف ديال الاحتمالات. المهم الاحتمال اللي حطيت لكم هنا أو النموذج الاقتراح هو 4,887,000 و 364. بالنسبة لهنا عندنا عدد محصور ما بين 1,434,561 و 1,500,000. إذا نأخذ مثال ديال مليون، نبقى نضيف بالواحد بالواحد حتى قبل ما نوصل لهذا العدد هذا. إذا العدد اللي نقدر نكتب مثلا 1,434,562، 1,434,563، ونطلع الاحتمال اللي وضعت لكم هنا هو 1,454,000. ننتقل الآن إلى آخر يعني هنا الحصر اللي عندنا، يعني العدد اللي نقترع عليكم هو 6,450,000. وكاين بزاف الأجوبة هنا، بزاف الأجوبة هنا. وين فيما يخص تمرين رقم 9، أكتب الأعداد الآتية بالأرقام ثم أرتبها تناقصيا. أول شيء سنلاحظ يعني أكبر فصل، إذا هنا عندنا ألفا وهنا ألفا وهنا ألف، إذا نتحدث على أعداد تتكون من 6 أرقام فقط. نبدأ 731,000، 731,000 هنا كتبتها فوق منها هذا بالأرقام، 170,806 فوالا، 700,070 فوالا. دابا من بعد مطلوب مني مقارنتها وترتيبها، يعني باش نرتب خصني نقارنها تناقص، يعني سأبحث على أكبر عدد ثم الذي يلي حتى نوصل أصغر عدد. سنقارن فصل الآلاف، هنا 700، هنا 107، هنا 731، هادشي اللي في فصل الآلاف. إذا أكبرهم في هاد الأعداد هو 731,000، يليه 700,070 ثم 107,806، وها هو الترتيب تناقصيا.
فيما يخص تمرين رقم 10. تمرين رقم 10، هادو كواكب المجموعة الشمسية، يعني هاد الأرقام اللي مكتوبة بالحروف تحت منهم تمثل الفصل، المسافة الفاصلة بين الشمس وهاد الكواكب. أول شيء مطلوب منا أننا نكتبوا هاد الأرقام، هاد الأعداد بالأرقام. 2 مليار، باش ما نخطأش أنا كما كتشوفوا لونت بالأصفر الفصل الأكبر فصل. هنا عندي مليار، يعني خصو يكون عندي رقم مكون أكثر من 9 أرقام. كذلك هنا مليون، يعني رقم مكون من، يعني وصلنا للفصل الملايين. هنا الملايين وبهكا كنسهل عليها. 2 مليار، يعني ملياران و878 ألف. ميركور يبعد عن الشمس ب 57 مليونا. مارس 229 مليون كيلومتر من طبيعة الحال. نبتون يبعد عن الشمس ب 4 ملايير و505 مليونا. بلوتون يبعد عن الشمس ب 5 ملايير و913 مليونا. فينوس يبعد عن الشمس ب 108 مليونا. الأرض تبعد عن الشمس ب 150 مليونا. و جوبيتر يبعد ب 780 مليونا. من بعد سؤال بي، جورانج سي ديستونس اون لوردر كرواسون، غادي نرتب هاد الكواكب من، يعني تصاعديا من الاصغر الى الاكبر، والترتيب ها هو قدامكم هنا. يعني باش غادي نرتب، غادي نشوف بعدا العدد الارقام المكونه لكل عدد، يعني اللي عندهم الملايير هما الاولى، وغادي نقارن الرقم الموجود في الملايير من الاكبر حتى الاصغر. كنتمنى انكم تدعموا لي فيديو بلي جيم، وكذلك تبارطاجيو لي فيديو في الصفحات ديالكم باش تعم الفائده.